لان انت هتعيد تشكيل وهيكله اداره تعاقدات تاني. اه اقول لك المعلومه اللي عندي، القرار ده كان موجود في من النادي بدري. الاهلي من فتره، طيب ماشي. من فتره، من قبل القصه دي كمان، حقيقي. من فتره كبيره، خلي بالك. وانا عارف كده ماشي. طيب هرجع اقول لك تاني، التحقيقات والقصه دي مش هتثبت حاجه، طبيعي ان انت مش هتعرف لان هرجع اقول لك تاني مفيش اوراق رسميه. انا لا بتهم برضو ولا ما بتهمش، انا بفسر حاجه كمان بعقلي، انا دايما شغال بعقلي انا. حلو كده. فانت كده كده مش تثبت حاجه، والنادي الاهلي اصلا ملوش علاقه تمام، لان مفيش اوراق رسميه. اوكي، احنا قلنا ان ده لو بيحصل مش هتلاقي اوراق رسميه. لا ازاي الاهلي ملوش علاقه؟ هتعرف ازاي؟ ما هو اللي اتهم ده شغال في النادي الاهلي. ما هو مش هيجيب لك ورق، مفيش ورق. بص يعني هو انت عايز تطلع النادي الاهلي كطرف او الاهلي ما حدش هيجيب، لكن بس هو الكابتن يعني الكلام مثلا كله ناحيه امير توفيق، فبالتالي امير توفيق اتحقق. فاهم قصدي؟ طب انا اقول لك على حاجه، هو مسؤول في لو هو امير توفيق عمل كده يقول انا عملت كده؟ مستحيل. طيب خلاص خلينا بس في حاجات خلاص تعال. وهو يعني قال لك بيع القندوسي، ما القندوسي اصلا ما بيلعبش النادي الاهلي وهو اعاره، وهو اصلا مش عارف ده صح ولا غلط ان هو كان عايز يمشي. مين القندوسي؟ الله اعلم يعني، انا مش عارف. بعد الاعاره مره في الثانيه لا هو حتى تصريحاته نفسه قال لك انا كنت خلاص المفروض راجع النادي الاهلي يعني، فاتفاجئت ان هم قالوا لي اطلع. لا لا هو كان عايز يرجع النادي، بس هو الناحيه الفنيه من ناحيه كولر هو صاحب القرار في الحته دي. انت عارف النادي الاهلي بيدي مساحه كبيره جدا للمدير الفني. بالظبط. ايوه ده المساحه دي كانت موجوده، خلي بالك دلوقتي الامور هتختلف شويه. لازم يفهم ما فيش فكره ان انت يبقى عندك مدير كوره، حتى تعيين كابتن محمد رمضان مدير الرياضي خلاص، ولكن بصفات مدير كوره خلي بالك هتلاقيه موجود وفي الاوضه واحتمال كبير بقى على الدكه في الماتشات. ما هو مدير كوره، ما احنا عندنا لازم تفهم كابتن وائل. احنا فاهم مدير رياضي دي اشمل يا كابتن وائل. بص احنا عندنا هنا في مصر معلش احنا ثقافتنا غير الناس بره. لازم تفهم ده، العقليه بتاعت اللاعب المصري والعيشه هنا في بلدنا احنا كلنا مختلف. احنا مختلفين وبنسهر وثقافه مختلفه واكلنا مختلفة. ونومنا وصحياننا كل ده محتاج كنترول عليك، بالذات لما بتلعب في مؤسسه كبيره زي النادي. بالتالي تعليقك ايه على القرارات دي؟ انا شايفها صعيبه جدا. النادي الاهلي طبيعي يتم عرض مش بيبعد. طبعا. أوكي. طبعا، لان ماشي. هو لازم يفهم هو بيقول ايه، ده اللي انا قلته في بدايه الحلقه. لازم تفهم انت بتقول ايه، من لما تبقى زعلان ما ينفعش تقول اي كلام ماشي وتتهم حد. هو اتهم اتهام مباشر لشخص شغال جوه كيان كبير. ما قالش اسمه على فكره. انا بقول لك لشخص شغال جوه كيان كبير. هو قال كده. خلاص تمام. فدي كلها انا شايف قرارات صعبه جدا من مجلس الاداره. وانا شايف ان في تغيير جذري في المنظومه الاداريه المحيطه بالقطاع الكره. فده هو بدات من الكابتن محمد رمضان على فكره، وكان مش ده اللي خلاهم يتحركوا، هو اوريدي كان في قرار. يعني بتشوف التغيير الجذري ده طبيعي ان هو يشمل اداره التعاقدات. طبعا. اوكي. وده اللي حصل فعلا، فانا شايف انها قرارات ممتازه. وعرض القندوسي للبيع خلاص، انت لعيب واضح ان في ضغينه جواك من كلامك على النادي الاهلي. ده باين جدا. بس لا هرجع اقول لك تاني، النادي الاهلي مش تصريحات انتقاميه. طبعا. هو غلط لعيب الكوره زي ما بقول لك يا امير، في وقت طول ما انت لعيب بتبقى شايف الامور من الحته دي. خلي بالك. لازم يبقى حد معاه، هو لو معاه وكيل فعلا صح، الوكيل ده كان لازم يحتويه ويفهمه. بس عشان الناس تبقى عارفه برضو، على فكره لعيب الكوره دايما او بعض الاوقات بيكون عنده حاله من حالات الغضب الكبيره بسبب علاقه مثلا بالنادي، بسبب اتفاقات ما تمتش، بسبب فرصه ما خدهاش. طبعا. فدايما لو الناس تتكلم مع او البعض مثلا بيتكلم مع لعيبه الكوره وانتوا نجوم كبار، تلاقي مثلا لعيب الكوره يقول لك انا لو مش عارف ايه هطلع اتكلم في الميديا. ده حقيقي. ده هطلع اتكلم على فكره. دي كلمه على طول بتتقال عند لعيبه الكوره. معلش يا امير، دايما كل واحد في منظومة. حتى لو المنظومة دي فيها أخطاء. ده طبعا مش صح، أنا بقول لك اللي بيحصل. حتى لو المنظومة دي فيها أخطاء. وأنا جوه المنظومة. حلو. مش هقدر أتكلم، خلينا متفقين. تمام. لأن عارف إن أنا لو اتكلمت شكرا، صح كده؟ لما بيخرج بره ممكن من دقيقته إن هو يطلع أسرار جوه، صح كده؟ أيوه. المفروض ما تقولهاش. صح. أهو أنا بقولها لك. صح. بس طالما اتقالت ارجع اقول لك ما بتهمش حد. بس ده تقييمك يعني. هيجيب الكلام منين؟ ده رايك. اوكي. واشمعنى الحته دي؟ او اشمعنى خد بالك انت عارف يا امير انا بتكلم على الزمالك زي الاهلي زي كل واحد عندي واحد. وارجع اقول لك تاني، انا لا بتهم ده ولا بتهم ده ولا بتهم ده، مش انا اللي طلعت قلت الكلام. انا راجل بفسر كلام بس. تمام. تمام؟ أوكي. فانت النهارده عشان تقول حاجه يبقى شوف انت بقى قلتها. فسر الاحلام الكبير وفسر الاحلام لا احنا مش احلام الكبير. طيب.